وقعت وزارة الصحة العامة اتفاقية مرصد دعم السياسات الصحية مع كل من منظمة الصحة العالمية والجامعة الأمريكية في بيروت، حيث أطلق المرصد الجديد ضمن احتفال أقيم في مبنى وزارة الصحة العامة بحضور عدد كبير من الشخصيات الاجتماعية والسياسية والإعلامية. يأتي هذا المرصد لترسيخ نهج من ممارسات الحكم الرشيد الذي تعتمده الوزارة بغية تعزيزه وضمان استمرارية الإنجازات التي حققها القطاع الصحي حتى الآن وصولاً إلى المزيد من النجاحات. المشروع الذي نطلقه اليوم يأتي بالخبرات الأكاديمية للاحتكاك بالواقع اليومي لراسمي السياسات الصحية ومنفذي البرامج لمعرفة احتياجاتهم ودمج البراهين العلمية مع المعرفة التطبيقية لترشيد السياسات وتصويب البرامج الصحية ويساهم في تفعيل آليات حوكمة التعاون. This is one of the first of its kind. It's an approach where an entity within an academic institution works closely with a Ministry of Health to strengthen and render into the mainstream the use of scientific evidence and knowledge to inform its policy decisions and consequently to impact the health sector. هذه الاتفاقية تنوي إلى تزويد وزارة الصحة العامة بمرصد لدعم سياساتها الصحية يمكن أن يوفر القدرة على التحليل المنظم للمعطيات واتخاذ القرارات. تخلل الاحتفال مداخلة متلفزة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية شرح فيها مساهمة المرصد في ضمان اتخاذ القرارات الصحيحة التي من شأنها أن تنعكس بشكل ملموس على الصحة والرفاه. Countries must build a consensus not only on the scope of services to be covered, but also how they are financed, managed, and delivered. This requires strong stewardship, cooperation between health stakeholders, and alignment with national health policies. توجه وزير الصحة العامة نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حصباني بكلمة شدد فيها على تفعيل موارد مختلف الشركاء وحشدها ضمن خطط هادفة. هو مرصد دعم السياسات الصحية الذي سيوفر لمختلف مستويات الوزارة المعطيات العلمية لاتخاذ القرارات المناسبة ودعم تقييم تطبيق السياسات والبرامج الصحية وإعادة تصويبها وضمان استمراريتها كي لا تخضع لمزاجيات وتجاذبات سياسية أو غير سياسية. عرض الخبير ويم فيلنربرغ عرضاً تقنياً بيّن فيه أن النظام الصحي في لبنان يحتل مرتبة متقدمة بالمقارنة مع أنظمة الدول المتطورة، وذلك بفضل الاعتماد على الأدلة العلمية في رسم السياسات وممارسة الحكم الرشيد. مرصد دعم السياسات الصحية مركز يهدف إلى ترسيخ الممارسات القائمة وتعزيز إنجازات تحققت. وزارة الصحة العامة.